طبعا هو ممنوع تدخل هنا، بس عشان عارفه انت قد ايه قلقان. مبروك بالمتزايا الامر. وشهد شهد عامله ايه يا دكتوره؟ هي في الافاقه كويسه وزي الفل. بجد يا دكتوره؟ بجد اطمن. البنوته الصغيره الدكتور بيبص عليها عشان نزلت تعبانه شويه، هيحموها ويلبسها لك وتشوفها على طول. انا متشكر قوي يا دكتوره. مبروك يا استاذ، تتربى في عزه. لبستها وحمتها وخلتها زي الفل. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. بنت شهد جات يا هدى، شفتي بنت شهد؟ هدى انت نمتي ولا ايه؟ هدى